السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعين قناتي أطيب الوصفات مع نوفا كيتشن. شرفتوني ونورتوني. أجمل بسبوسة وأطعم بسبوسة هتعمليها في البيت، وأسهل طريقة إن شاء الله وأنجح بإذن الله. أول حاجة، شايفين المنظر بشهي. المكونات فيها جيليكوز، احنا مش عندنا ومش هننزل نشتري. انا دايما بعمله في البيت سيرب تقيل او الشربات التقيل، كوباية سكر عليها نص كوباية مية وعصرة ليمونة على النار. هنسيبها تغلي براحتها، ولا هنقلب ولا هنعمل اي حاجة لحد ما يتقل معانا المكون الشربات. ساعتها باخد انا منه كل اللي هحتاجه، نص كوباية. هنسيبه يتقل براحته. هنجيب بقى ايه، اي مكسرات احنا عايزين نزين بيها الوش البسبوسة. انا عندي لوز بحمصه، بندق هحمصه، ما عنديش مكسرات مش هحمص اي حاجة ولا هحط اي حاجة على البسبوسة، هحطها سادة. فدي الاساسيات اللي بجهزها قبل ما اشتغل في البسبوسة. بحمص بس اللوز تحميصة خفيفة كده، وبعدين ايه، بشيله. ببتدي بقى عندي المكونات، كوباية الا ربع سكر، سكر حبيبات عادي، كوباية الا ربع زيت او سمنة. انا بحط سمنة وزيت مع بعض، ولو عندك سمنة بلدي بتخلي ريحة البسبوسة بتجنن. كوباية الا ربع حليب اللي هو اللبن السايب، والنص كوباية الشربات اهي لسه سخنة، هاخد بس نص كوباية. وهحط المقادير في صندوق الوصف عشان ما يتوهش عنكم اي مكون. الخليط ده انا هفضل اقلب فيه بالمضرب اليدوي لحتى يدوب السكر، وانا حطاه على الغاز دلوقتي عشان لو انا الشربات ده جاهز عندي ومحطوط في التلاجة، بقدر احطه على الخليط وولع النار على نار هادية، عايزاه يفضل دافي. الخليط ده اساسه لازم يكون دافي. الصينية عندنا حرفها اللي هو القصير ده، تدهني ايه، بدهن طحينة. هتقولوا طحينة؟ طحينة. طحينة مش هتغير طعم البسبوسة، بس يا جماعة انا لو هعمل بسبوسة عايزاها تطلع القطعة بقطعتها، وانا الصينية عندي ألمونيوم، مش عارفة ان كانت استوت من تحت واتحمرت مظبوط ولا لا. انا لما دهنت الطحينة هتشوفوا، يعني بعرف ان استوت ازاي من حواف الصينية. الطحينة بتبان معايا اتحمرت، بعرف ان هي كده استوت. كمان حاجة بتخليها سهلة في انها تنشال من الصينية، ما بتلزقش. ده سميد البسبوسة اللي هو بدون اي اضافات، الفرط ده 3 كوبايات. السميد لو عندك الحجم الوسط بيكون ممتاز جدا. انا لو مش متوفر عندي بحط من الناعم والخشن، بقلبهم مع بعض وبحط 3 كوبايات بالظبط سميد. عندك جوز هند حطي 3 معالق جوز هند، ما عندكيش تقدر تحطيها بدون اي اضافات. طبعا الخليط اللي انا فضيته السائل ده اللي هو السكر والشربات والشربات التقيل والزيت والحليب دافي زي ما حكينا، بفضيه على الخليط وبقلب. يعني عايزاه بس انه تقليبة كده خفيفة، البسبوسة ما بتنعجنش عشان ما تبقاش معجنة كده معايا، او مش عارفة اقولها ازاي، بس انه ما بتخلطش، يعني ما بتعجنش البسبوسة. تقليبة كده خفيفة عشان كده انا بعمله بالمضرب ده، شايفين؟ بس كده تقليبة. وهنا برضو هتأكد بالمعلقة انه كل الخليط من تحت ما فيهوش دقيق البسبوسة. كل اللي هعمله دلوقتي بس انه هفضيه في الصينية على الطحينة اللي انا دهنا بيها الصينية، زي ما بنعمل للكيكة بندهن الصينية زيت ورشة دقيق علشان ما تلزقش الكيكة. نفس النظام البسبوسة. الطحينة طعمها على فكرة مش وحش خالص، بالعكس
عادية جدا مش هتأثر عليكي، بس الفكرة انها بتعرفك ازاي استوت، وتحمر لك القاع من تحت وتتأكدي، وتطلع معاك القطعة مش لازقة في الصينية. بفرد البسبوسة في الصينية وبسويها كمان بإيدي، يعني لو شايفة الوش عندي مش مظبوط بسويها بإيدي، إيدي مبلولة مية، وبتأكد إن هي خلاص تمام. طبعا أنا بشغل الفرن على أعلى درجة، وبتكون في الرف اللي في النص، وبتابعها كل شوية. هنا ما شاء الله اتساوت تمام. انا السكينة هنا بس بحدد عشان خاطر بدي احط اللوز اللي انا حمصته، عايزة اعمل كده اشكال قطع مكعبات واحط عليها اللوز. انا مش عندي لوز ولا اي مكسرات، ولا تحددي بالسكينة ولا على بالك، حطيها سادة على طول في الفرن. تقدري برضو يعني لو مش عايزة تحددي برضو بالسكينة كده، احنا بس رسمة كده من فوق، مش عايزة تحددي، ممكن تحطي المكسرات كده عشوائي على الوش. انا بس لاني بحب منظر المكعب كل واحد عليه حبة لوز بعمله بالشكل ده. بحط كل اللوز على الوش، وزي ما حكينا الفرن ساخن، شايفين ما شاء الله جميلة ازاي. لما تحطيها في الفرن برضو هتتابعيها زي ما حكينا، انه في الرف اللي في النص على اعلى درجة، وتتابعيها كل شوية. وانا حطيتها في الفرن دلوقتي بعمل الشربات بتاعها، الشربات بتاعها كوباية وربع سكر، كوباية وربع مية، وعصرة ليمونة. الشربات لازم يطلع في وقت ما البسبوسة طلعت، يعني البسبوسة تطلع من الفرن، الشربات نطفي عليه النار مع بعض الاتنين، هما الاتنين يكونوا سخنين. بتابع برضو زي ما حكينا الشربات والبسبوسة وقت التسوية. هنا شايفين غلي ازاي، بهدي النار اذا هياخد وقت ازود من حقه من انه يتقل معايا. هو الشربات لازم يكون خفيف. وهي البسبوسة في الفرن، بتابعها كل شوية وبدير الصينية كده. شايفين لما اتحمرت من الجوانب وشفتها اتحمرت خلاص، بشغل الشواية تاخد لون، اللون يجنن على فكرة، التصوير مش موضح اللون قوي. شايفين طلعت من الفرن والشربات على النار، هوت لسه كان بيغلي، انا كنت مهدية عليه النار لاني مش عايزاه يتقل. بحط الشربات سخن على البسبوسة سخنة. هيقولوا لك لا لازم حاجة تكون فيهم باردة، لا البسبوسة لازم يكون الشربات سخن والبسبوسة كمان سخنة. اذا ملاحظين واحنا في المرحلة دي بيتشرب البسبوسة، مقدار الشربات نفس يعني مناسب جدا للبسبوسة المقدار ده، يعني لا هيطلع زيادة ولا هيطلع اقل. بنتابعها كل شوية وشربت الشربات تمام. انا المفروض اني ما اقطعهاش وهي سخنه، بسيبها تهدى كده شويه، بس انا ما صبرتش عليها بصراحه، كنت حابه اني اشوف شكلها عامل ازاي. لما تقطعيها وهي بارده ما بتطلع ماسكه معاكي 100%، يعني هنا برضو ماسكه معايا 100%، بس انا برضو كانت محتاجه تهدى شويه، بس انا اللي مهدتش عليها. والله طعمها جميل يا جماعة، والله ما شاء الله ما شاء الله، يعني كل اللي يعرف البسبوسة دي ويجربها مش هيبطل يعملها. يعني ناس كتير على فكرة بيطلبوها اني اعملها لهم من قد ما هي فعلا ناجحة ولذيذة معايا. هوريكم برضو هنا في الصورة، يا رب تكون واضحة، بس هوريكم قاعدة البسبوسة متحمرة ازاي وشكلها حلو. شايفين لونها ذهبي، 100% ناجحة البسبوسة يا جماعة، ومفرولة، شايفين مفرولة ازاي، والقطعة برضو سمكها مش عالي، يعني مش تخينة قوي، ولذيذة جدا. هوريكم كمان قطعة دلوقتي، انا اللي ما بقول لكم ما صبرتش عليها وهي سخنة، ماسكة الصينية كمان وهي سخنة على فكرة.
لونها ذهبي وجميلة جدا جدا جدا، وطعمها كمان جميل. يا رب تعجبكم الوصفة وتكون سهلة وبسيطة، وهحط لكم المقادير في صندوق الوصف. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتشيروا الفيديو عشان حبايبنا اللي عايزين يعملوا بسبوسة وتكون بسيطة عليهم يستفادوا، ولايك وكومنت لطيف. تمعنوا بقى بالصورة. باي باي.